تكلف. بس طبعا اكمن الزوج والزوجه بيبقوا دايما مع بعض، فدايما الخلاف بيتركز والموضوع بيتحول ليهم يعني. لكن في النهايه الخلاف هو خلاف، واللي يقدر تو مانج خلاف يقدر يمانج مع اي حد، مش بس مع زوج او زوجه. انا هقرا جمله كده وهخديكوا اختيارات فيها علشان بس نتاكد ان المفاهيم اللي احنا بنتكلم فيها مفاهيم واضحه. فهقرا وبعدين اديكوا ثلاث اختيارات وتختاروا اختيار. تمام؟ الخلاف على قدر ما هو ظاهره، الخلاف ظاهره استثنائيه ولا مرفوضه ولا طبيعيه؟ ايه رايكم؟ طبيعيه. متفقين، الخلاف ظاهره طبيعيه، لان انا بختلف مع نفسي فما بال الاخر، لازم اختلف وده شيء عادي جدا. وزي ما بيقولوا الخلاف في الراي لا يفسد للود ايه قضيه. احنا اوقات نضطرب لما الاقي ان في رايين في البيت، لا بالعكس، ممكن يكون فيهم راي صح وممكن يكون راي غلط، ممكن الاثنين غلط، ممكن الاثنين صح، ممكن الاثنين لما يتحطوا على بعض يطلعوا راي افضل. فلازم لما اتكلمنا في الكوميونيكيشن، اما تتحاور لازم تتحاور بقلب مفتوح، ان انت مش راي وهو كده يعني كده وخلاص. لازم يبقى عندك استعداد ان انت ايه تسمع وتفكر وتقبل. فالاختلاف امر طبيعي، ولا ينبغي ان تثير الخلافات. بتعمل حاجه من ثلاثه، يا بتثير التفاؤل، يا بتثير الرضا، يا بتثير الانزعاج. ينبغي الا تثير ايه بقى؟ الانزعاج. يعني ما قلقش لما احنا نلاقي ان احنا بنتكلم بطريقتين مختلفين. في كل علاقه تتسم بالعاطفيه بين شخصين، الشخصين دولت ايه صفاتهم؟ متميزين ولا متناقضين ولا متطابقين؟ متميزين ولا متناقضين ولا ولا متطابقين؟ هقولهم تاني واشرح كل واحده في كلمه. متميزين يعني كل واحد ليه his own identity، متناقضين يعني يمين شمال وشمال يمين، يعني الاثنين توم وجيري ما يتفقوش ابدا، مش عشان حاجه لكن انت قلت كده يبقى كده. متناقضين او متطابقين يعني يا سلام ده انت خدتها من على لساني، كل ما واحد يقول حاجه التاني يقول يا سلام هو ده اللي انا عايزه. احيانا احنا في الرومانسيه في فكرنا في الزواج بنفكر ان هي المفروض تبقى كده، بس دولت عاده بيكون في واحد شخصيته ضعيفه. يعني لما تبقى كده قوي يبقى في واحد اوريدي، انا سامحوني بقول في المارج كونسلنج في عندي مثل بايخ، العربيه والحصان. فاكرين العربيه اللي بيجرها الحصان؟ اوقات في بدايه السنه الاولانيه والثانيه في الجواز تلاقي فيه ايه شد، مين العربيه ومين الحصان؟ الحصان هو اللي ايه الدرايفنج فورس، هو اللي كلمته ايه تمشي، والعربيه هو اللي ايه المنقاد. دي سياسه غلط، دي معناها ان البيت دوت واحد زائد واحد يساوي نص. ازاي؟ ما هم واحد زائد واحد يساوي واحد، صحيح، واخدين بالكم؟ لكن لما يبقى الواحد بس هو اللي بيقود دايما والتاني ده نكرة، يبقى انا اسمي الاسرة دي نص بس، لان هو مهما كان هيبقى مش كل حاجة. يبقى متميزين لا هم متطابقين ولا هم متناقضين. ويكون احتياج كل طرف للاخر احتياجنا لبعض ايه؟ لان احيانا احنا لما نختلف ظهرنا لبعض ونتخاصم، ما نتكلمش، مش مهم، انا اقدر اعيش من غيره وهي تقدر تعيش من غيرها من غيري. وده بيحصل كتير، يعني في ناس انا بسميهم كده two foreigners under the same roof، يعني تحت نفس السقف وغرب، ممكن يكونوا بيناموا على سرير واحد وظهرهم لبعض، ما ياكلوش مع بعض، ما يشربوش مع بعض. انا مره رحت بيت وناس طيبين وحلوين قوي، لقيتهم ايه كل واحد بيتخانق ان هو ياكلني من طبق نفس الفاكهه. عندهم شجره في الجنينه وكل واحد فيهم لما يلاقي واحده نضجت كده يقوموا ياخدوها، وكل واحد عنده ثلاجه يعينها في الثلاجه بتاعته. فانا بقول لهم طب يعني عايز افهم ايه الفرق بين دي وبين دي؟ قال لا يا ابونا دي انا اللي اطيفها ودي في الثلاجه بتاعتي. طبعا انا حسيت بألم شديد جدا، لان الاثنين دولت على شكلهم الحلو ده لكن هم ايه يعني مفترقين تماما عن ايه عن بعض. فاحتياج للطرف الاخر هامشي ولا احتياج مادي ولا احتياج جوهري؟ جوهري. ليه؟
من الظواهر اللي احنا بنشوفها في المهجر هنا حاجة مش لطيفة، ان في مصر كان الست يقول لك ايه ما تقدرش تقول نفسها، زمان يعني مش دلوقتي، دلوقتي بتشتغل راسها براسه، لكن زمان كانت تقول اروح فين. انا مرة واحدة قالت لي كلمة وجعت قلبي، يعني قالت لي اخدم جوزي اللي تعبني ارحم ما اخدم 10 اخوات في بيت ابويا. يعني هي في الحالتين ايه؟ خدامة، بس اخدم واحد مقرف احسن ما اخدم ايه؟ 10. يعني هي في النهاية هي ايه؟ تعبانة وخدامة. طبعا ده لا تجواز ولا حاجة خالص، ده فكر صعب، لكن انا بقول ان احتياجنا لبعض احتياج جوهري، لذلك لازم نتعلم ازاي ان احنا ندير الازمات والخلافات. بنقول ان في الاختلاف على قدر ما هو فرصة لكل من المحبين الاثنين ان يعرف الاخر او يواجه الاخر او يترك الاخر. يواجه يبقى كده فيها ضرب. ان يعرف الاخر، ان يعرف الاخر، لان لو يواجه يعني ها انت عايز ايه بالرشاش على طول، يبقى في مواجهة على طول، في على طول خناق في البيت، ده مواجهة على طول، في حرب، صوتهم جيران يعني تعبانين منهم. يعني اللي كنت بقول لكم عليها يترك الاخر قبل كده، عندنا هنا في امريكا طبعا اسم الصليب على الاس اس اي والفود ستامس والحاجات ديت، فوقت تجيلي ست تقول لي انا جوزي مقرف لو سبته افضل لي، الحكومة هي هتعلني وانا مش عايز اوجع الدماغ بتاعه، هو داخل يعرف فيه وخارج يعرف فيه على ايه، ما انا الحكومة هتعلني احسن. دي ادارة الازمات بالنسبة لها عبارة عن ايه؟ ان اترك الاخر، ان اترك الاخر، وده طبعا حل غلط. لا، احنا الخلاف يخلينا نتعرف على الاخر، مش يخلينا لا نواجهه او نتركه. وبالتالي يجتهد كل طرف على قدر ما يمكنه في تغيير الاخر، قبول الاخر، تشكيل الاخر، قبول الاخر، قبول الاخر. انا فهمت ان الحته دي بتزعل، يبقى ما اضغطش فيها، يبقى انا كده ايه اقدر اقبل الاخر، لكن اغيره اوعى تفكر انك ممكن تغير واحد عنده 20 سنة 30 سنة 40 سنة. يعني انا اقول لكم على ظاهرة بنشوفها دايما في الماريج كونسلنج، لما بنجوز اتنين عندهم 20 25 سنة حلوين زي العسل، فرحانين ببعض ومش فاهمين حاجة في الدنيا ولطشوا في بعض وزي الفل، لكن لما يجي لي حد فوق 35 يتجوز، ده انا ببقى يعني برشم الصليب عليهم واقول يا رب استر. ليه؟ لان الاتنين بيبقوا اوريدي قطعوا شوط في حياتهم، وكل واحد ناجح، ناجح بمقاييسه، يعني هو راضي عن نفسه، ممكن يكون في نظر الاخر الفشل بعينه، لكن هو في وجهة نظره هو ايه؟ ناجح. فتيجي تقول له اعمل كده، ايه اللي اعمل كده دي؟ ده انا بقالي 30 35 سنة بعملها كده، مش هيتغير. فدايما اول كام سنة في حياتهم بتبقى فيها a lot of frictions، يعني مشاكل وخلافات ايه كتير، عشان كده ما بيتجوزوا صغيرين بيبقى العاطفة هي اللي بتقودهم والعقل لسه ما نبتش، فهم بيشربوا بعض وخلاص زي ما تطلع يعني، سامحوني يعني. لا ما خلاص هو اللفوا على بعض يعني، بيتعودوا على بعض، لكن لما بيبتدوا كبار ما بيولفوش على بعض بسهولة، بيولفوا يعني كتير بيولفوا، بس بياخدوا ايه وقت. ده موضوع تاني، ده حاجة تانية. انا بتكلم على الناس اللي في الطلعة لكن نظام بعد ما نقدم بقى في الجواز، الخلافات اللي بعد ما نقدم في الجواز دي من نوع تاني، هي ايه؟ ان الواحد خلقه بيضيق شوية، يعني التولرانس بتاعه بينزل شوية، وهو بيحس ان هو استحمل كتير ومن حقه بقى شوية احترام وشوية تقدير وشوية معاملة كويسة، فبيبقى ما عندوش استعداد يبقى فليكسبل زي الاول. يعني اديكوا انا بس لو دخلنا في ده هنسرح، يعني اديكوا مثل، كتير من الناس تقول لك انا عايش عشان ولادي، عايش عشان ولادي، هو يعمل حركه كده مش قوي تقوم هي ايه تعديها عشان ايه ولادها، لكن بعد ما نوصل لمرحله ان الاولاد سابوا البيت بقى وكل واحد في حياته، بتقول له تعالى بقى ده احنا في حساب قديم، يعني عايزين بقى ايه نتحاسب، نشوف اللي انت بتعمله ده انت خلاص يعني you took me for granted. وبعدين الحاجة التانية ان بعد مدة طويلة في العشرة بيكون كل واحد عارف ضعفات التاني، يعني هو مثلا ما يكون عايز يعمل نفسه هيرو كده وبتاع، فانت بقى تذكريه بخطاياه في الاربعين سنة اللي فاتوا دول. كفاية كده. يبقى قبول الاخر،
وبهذا يزدهر ويتعمق الحب المبني على الواقع. عايز احط خط تحت الجملة دي، الحب المبني على ايه؟ على الواقع، مش الحب الخيالي. اوقات ناس تتجوز ويبقوا متخيلين حاجات مش موجودة، بيبقوا متخيلين حاجات مش موجودة لا في الجواز ولا في الطرف الاخر. فلما بيبتدي يخش بقى في العلاقة الحقيقية والحياة، يعني سامحوني دايما، احنا دايما اقول للولاد احترسوا في فترة الخطوبة. ليه؟ لان فترة الخطوبة الولاد لو مسك ايده ولا طبطب عليها ولا مش عارف ايه ولا خرج الدنيا وما فيها، لو قالت له انت صفتك ونعتك هيعديها، لانه مش عايز يتحرم من مسكة ايديها. لكن بعد ما بيتجوزوا والعلاقة بينهم بتبقى علاقة كاملة كازواج، بيبتدوا بقى الله ايه الموضوع ده، انت صوتك عالي ليه، انت ما تعمليش قهوه ليه مظبوطه وتحطي لي الكريمر اللي انا عايزه ولا تحطي لي مش عارف ايه. يبتدوا يبيك اون ايتش اذر. التيار كهربا لا يسري بين قطبين تكاملا بتناظرهم ولا بتشابههم ولا باختلافهم. باختلافهم يعني ما اقدرش اللمبه دي تنور الا ما يبقى فيها سالب وايه وموجب. لو الاثنين سالب او الاثنين موجب ما يبقاش فيه ايه نور. طيب انتوا كده تمام. تعالوا بقى ناخد ايه، هناخد ست قواعد في الخلاف. قل ولا ايه تقل. ايه الفرق بينهم؟ ان لو انت قلت الحاجة الصح هتحتوي الخلاف، لو انت قلت الحاجة الغلط هتحول المشكلة لمشكلة ايه اكبر. ودي المشكلة دايما، يعني مفيش مشكلة في حد ذاتها بتتولد كبيرة، لكن المشكلة بتتولد صغيرة وبعد كده ايه تكبر. عارفين الطوبينج اللي بيتحط على البيتزا ولا على الكيكس كده، اديها بقى فراوله واديها ريسبيري واديها مش عارف ايه، الكلام بقى والتراشق والزعيق والصوت العالي وكل الحاجات اللي ملهاش لازمه دي، تبص تلاقي الفاير جيتينج وورث مور اند مور. انا هاخد سيناريوهات وهقول لكم الوضع الصح فيها، وبعدين اديكم سيناريو تاني وانتوا تقولوا لي ايه الصح وايه الغلط، وبعد كده نطلع بقاعده. ويريد في آخر المرة، آخر المرة دي يبقوا في ست قواعد نحطهم في دماغنا كده ونشتغل عليهم. الراجل جه متأخر بالليل، يعني هو معاده مثلا يجي 7 جه الساعة 9:10، فهي هتقول له إيه؟ الست في البيت هتقول له إيه؟ طب أنا خلوني أقول لكم صح. لو هي حكيمة هتقول له، هتقول له انا بشعر في الليله اللي انت بتتاخر فيها اني وحيده وخايفه. خايفه؟ خايفه ايه؟ ده انا عندي الارم في البيت وكلب بره و... معلش حاولوا تاخدوني بجديه شويه. شايف الرجاله بيقولوا لكم ايه؟ بيقول لو حكيمه. لما هي يتاخر وهي تقول له انا بشعر في الليالي اللي انت بتتاخر فيها انني وحيده وخايفه، ايه الحاجه اللي هنا؟ اولا هي بتتكلم عن مين؟ عن نفسها. وبتعبر عن ايه؟ عن مشاعرها واحساسها. وجهت له اي اتهام؟ وصفته باي وصف؟ دي بقى هنا اللي تخلوا بالكم منها. احنا على طول بنعمل ايه؟ تك 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 على طول. لا تقل ايه بقى؟ انت بتهتم بمصالحك وسايبني. ما انت لما بتلاقي اصحابك بتنسى الدنيا، اصل انت مزاجك، انت عارفين بقى انتوا شاطرين في الجزء التاني ده. لا، عايزين القاعده ديت، اهتم ان انت تشرح اللي تشرح اللي انت بتشعر بيه من ضرر بدون ما تتهم الاخر. يعني احترس ان انت تحول اللي بتتكلم معاه لعدو محتاج يدافع عن نفسه. عارفين pointing fingers؟ ياريت نبطل دي. اتكلم عن نفسك، انا بشعر ان انا خايفة ووحيدة لما انت بتتأخر برا. اوصف نفسك لكن ما توصفوش هو. استخدم كلمة أنا وما تستعملش كلمة أنت. يبقى في ثلاث قواعد في الحتة دي، ثلاث نقط في القاعدة الأولى. أول حاجة
اشرح الضرر اللي واقع عليك من غير ما تتهمه. تاني حاجة، اوصف نفسك بدون ما تتكلم عليه هو. ما هي التانية بتقول له ايه؟ انت بتهتم بمصالحك، يعني هي بتوصفه ايه؟ هو، وبتتهمه. تالت حاجة، استعمل انا وما تستعملش ايه؟ انت او انتي. تمام؟ طيب صبرك بالله. مثال تاني، الست والراجل حوشوا قرشين، حوشوا لهم $1,000 كده على جنب ولا $2000، فهي عايزة تشتري تلاجة اكبر وهو عايز يشتري تلفزيون كبير. طيب يعملوا ايه دلوقتي؟ في خلاف اهو. هو هي عشان ست بيت وحاسة باحتياجات البيت عايزة ايه؟ تلاجة. هو طبعا عايز يجيب ايه؟ تلفزيون عشان يريح قدامه اكتر. طيب ايه اللي مفروض الست تقوله للزوج في الحالة ديت؟ اللي انت عايزه اعمله؟ لا مش هتفق معاك. This is too peaceful. يعني كده انت بقيتي مسالمة قوي. خلي بالكم من القاعدة اللي انا قلتها لكم. اول حاجة، اشرح الضرر بدون ما توجه اتهام. يبقى انا في الحتة دي هقول له: حبيبي انا برمي اكل كتير بايظ لان التلاجة اللي عندنا ما بقتش بتساعي الاكل وما تتلجش كويس. يبقى النهاردة انا بتكلم على خسارة. الضرر هنا ان في اكل بايه؟ بيترمي. كويس. وتاني حاجة، انا عايز اعبر عن مشاعري. انا ضميري بيوجعني لما ارمي اكل. انا بتعب لما ارمي ايه؟ اكل. فياريت يعني المرة دي نجيب الايه؟ التلاجة الاول. انا ما واجهتلوش بقى، ما قلتلوش انت بتدور على مزاجك ولا مصلحتك، وما تقولوش ايه بقى؟ انت اصلك انت ماشي بدماغك، ده اتهام اهو. انت بتعمل اللي انت عايزه، محدش بيعرف يقولك حاجة. انت اصل الفلوس بتوجعك مش عايز تخليها، حاجات من اللي انت عارفينها دي كتير. كل ده انت عمال توجه اتهامات وما قلتش اي حاجة تخلي اللي قدامك ايه؟ يفكر. في محور هنا مهم جدا عايزكم تخلوه في ذهنكم. انا عايز افتح حوار مع الطرف المختلف معايا، مش عايز اعرفه غلطه. خلي بالكم احنا كتير انا بعمل له محكمة سرية. شوفوا المحاكم العسكرية اللي رفضناها في مصر، انا بعمل له كده. ده هو اناني وبتاع نفسه ومش عايز مش حاسس بالبيت تك تك على طول كده. طب الحكم ايه؟ عرفيه ادبه بقى، قولي له بقى ان انت صفتك ونعتك وان انت وان انت وان انت. طب هو لما تقول له كده هيعمل لها ايه؟ هيقول لها انت وبيت ابيك. هو هيقول لها انا غلطان؟ مفيش حد بيقول انا غلطان. اتفقنا؟ واحدة بقى الايه للرجالة. الزوجة بتمنع طفلتها انها تروح رحلة، والراجل شايف ان لا يوجد ما يمنع من انها تروح الرحلة دي. يعني في رحلة، الست مش عايزة الطفلة تروح والراجل عايزها تروح. ايه بقى رأيكم الراجل يقول للست دي ايه؟ يسألها ايه السبب؟ تمام. مفروض يقول لها ايه؟ احنا داخلين في القاعدة التانية. يقول لها انا رأيي، بصوا هنا ايه، انا رأيي ان منعها من الرحلة هيكون خطوة في فقدان ثقتها بنفسها، لان منعها من الرحلة عشان اوفر بروتكتيف، يعني هي بتحافظ عليه، خايفة عليه. فتقول يقول لها كده انا رأيي. وخلي بالكم هنا القاعدة التانية بتقول ايه؟ رأيك، من غير ما تقبح الرأي التاني. انا رأيي انها تروح الرحلة علشان لو ما راحتش ده هيكون خطوة انها تفقد ثقتها بنفسها. طب ايه اللي ما تقولوش بقى؟ ايه اللي ما يقولوش الراجل ده؟ يقول لها ايه؟ انت بتفقديها ثقتها بنفسها بشخصيتك الضعيفة والقلقانة. يعني بدل ما هو يتكلم معها كده بيوجه لها اتهام ان هي شخصيتها ايه؟ ضعيفة. القاعدة التانية، عبر عن رأيك دون ان تنتقد الاخر او تتهم. احكم على التصرف وليس على الشخص. يبقى اول حاجة عبر عن مشاعرك وعبر عن الضرر اللي وقع عليك، استعمل انا وما استعملش انت. تاني حاجة، عبر عن رأيك دون ان تتهم او تنتقد،
واحكم على التصرف ودون ان تحكم على ايه؟ على الشخص. يعني ما روحتش الرحلة هتفقد ثقتها في نفسها، لكن مش هتفقد ثقتها في نفسها عشان انت ست قلقانة على روحك ومهزوزة فهي طلع لك. طيب للرجالة تطبيق على القاعدة دي، الست تعبت ورجع من الشغل وطبخت وبعدين الاكل كان ناقص ملح، الراجل هيقول لها ايه؟ ده ساركاستيك ابروتش، ده مثير للغضب. ما يقول لها لما لو كنت تعبانة ما كنتيش طبخت، هتقول له ما انا كل يوم تعبانة هتأكل معاك. ادارة الحوار لازم يكون عارف هتقول ايه، ولما يتقلك انت تعرف تقول ايه بعد كده. فين الملاحة؟ فين الملاحة؟ بس في حاجات لما بتضيفلها الملح ما تبقاش كويسة. فين الملاحة؟ ممكن تقول كده فين الملاحة؟ ايه الملاحة على الترابيزة؟ كل ده كلام كويس، لا بس خلي بالكم من القاعدة. احنا عايزين نقول رأينا، عايزين نقول رأينا بدون اتهام وبدون محكم على الشخص. فانا عايز اقول رأيي، هقول رأيي ايه؟ الاكلة اللي انت عاملاها دي جميلة جدا، ولو زودنا شوية ملح عليها تبقى رائعة. شوف انا قلت جميلة وايه ورائعة، وحطيت في النص الساندويتش ايه؟ الملح. لو زودتي ايه؟ شوية ملح. انتوا بتضحكوا على الملح؟ ده ربع خناقات الازواج على الملح. طيب يبقى احنا اتفقنا ان احنا هنقول الاكلة دي جميلة، او لو هي مش عاجباك عشان ما تبقاش كذاب تقول انا مقدر ان انت رجعتي من الشغل وقفتي تعملي اكل، بس عارفة لو زادت شوية ملح كمان تبقى ايه؟ اطعم بكتير. يبقى هنا ايه؟ انا بقول رأيي بدون ما بقى ايه؟ بتهمها. ولو حبيت توصف الاكل ما توصفهاش هي. طب لا تقول ايه بقى؟ هتتعلمي الطبيخ امتى؟ انت مفيش فايدة فيكي، اصل انت اهلك مدلعينك، انت لو كنت وقفتي في مطبخ كنت تعرفي تظبطي الملح. لا بيعملوا كده. او اسوأ من كده بقى، اقول لكم على مثل تاني، انه ما يتكلمش خالص، ياخد مع مرة واحدة ما يعجبوش الاكل يروح سايب نفسه ايه وقايم. دي نظام انسلت من النوع الهادي، يعني عارفين الواحد لما يضايق اللي قدامه ويحرق دمه كده، سامحوني على الايه، على طب انا تعبت وقفت ليه؟ انا بقدر انها جت وقفت وتعبت وحطت مجهود كبير عشان تعمل الشغل اللي هي عملته ده. انا كنت بتكلم في الوعظة النهاردة على الريكوجنيشن برضو، ان انا احسس اللي قدامي ان هو عمل حاجة. احنا الموضوع دوت مهم جدا في الاطفال، لو انت ما حسستوش بالتقدير ليك طب هو ليه يبقى كويس؟ اما الكويس زي الوحش. طيب نخش على القاعدة الثالثة، راجل ما بيهتمش ابدا ان يشتري هدوم لمراته خالص. موضوع الهدوم ده، انت عندك هدوم كتير، هتقول له ايه وما تقولوش ايه؟ في ستات ما برضو مش كل الستات عندهم الاندبندنس ده، وفي ستات بياخدوا ابروفل وحاجات زي كده. هي دي يعني مش لازم هدوم، يعني هي مبدأ ان هو يشتري حاجة يديها فلوس، يعني هتقول له كل هدومي ادمت عليا، يبقى هي بتتكلم على الهدوم وايه ونفسها كده. نفسي اجيب فستان جديد العيد ده، شايفين بتتكلم بطريقة شكلها ايه؟ بتتكلم على الهدوم انها هي اللي ادمت، وان هي نفسها هي تجيب حاجة جديدة العيد ده. طب ما تقولش ايه؟ كفاية في العيد اللي فات خلتني مكسوفة وسط اصحابي لما رحت لهم بهدومي القديمة. يبقى هنا مين المتهم؟ او هتلاحظوا القواعد كلها بتدور في فلك ايه؟ ما توجهش اتهامات، ما توصفش اللي قدامك بصفات غلط. القاعدة دي انك انت تتكلم على وضع حالي دون ان تكتر مشكلات قديمة. احنا اتكلمنا على الحته دي لما كنا بنتكلم على التواصل او الكوميونيكيشن،
ان من ضمن مشاكلها ان انت لما تيجي تتكلم مع حد يقول انت فاكر بقى اصل مش عارف ايه وانت وانت وانت. وانا دايما بديهم المثل بتاع تعال نروح عند ماما نتعشى وبعدين تروحوا تقعدوا لغايه الساعه 1 صباحا ويكونوا هم اتعشوا قبل ما انتوا تروحوا او ما بيتعشوش بيناموا خفاف وبعدين بعد شهر يقول لك تعال نروح هنتعشى تاني يعني يذكرك بخطايا الاباء. هنا اللي بيحصل ايه؟ ان انت بتحط مراره في وش اللي قدامك وفي قلبه. بلاش نفكر الناس باخطائهم، احنا مش كاملين وكل واحد ليه اخطاء، يعني كل واحد فينا ليه ضعفاته وليه اخطاء. طيب راجل ومراته كل ما بيخرجوا هو يقعد يتكلم مع ستات الدنيا كلها ما عدا ايه؟ ما عدا هي. ايه رايكم الست دي تقول له ايه؟ انا عارف طبعا بتقول له ايه. انا مش مالي عينك، اصل انت عينك زيغه، اصل انت تقول له ايه؟ احنا قلنا الحالة دي بتتكلم على وضع حالي. اقول له انا كنت حابة، انا اتبسطت في الرحلة بس كنت حابة سعيدة اكتر لو انت قعدت معايا واتكلمت معايا. لكن ما تقولوش ايه؟ ما انا عايزه يفهم. انا ما بصي انا لازم اوصل له ان في حاجة غلط، بس ما اقولوش انت غلط. يعني انت واخد بالك الفاين تيونينج هنا ايه؟ ما انا بقول له ان في حاجه غلط، بس بقول له انا بقول له الرحله جميله فدي حاجه بتبسطه. وبعدين بقى ايه الاول بنعمل الحاجه اللي بيسميها كوشنينج، يعني احط له مخده كده هوقعه عليها او مرتبه. وبعدين اقول له ايه كنت هتبسط اكتر لو انت قعدت اتكلمت معايا هناك اكتر. طبعا هو ممكن يكون ما بيركزش يقول لك ما احنا طول اليوم قاعدين مع بعض الناس التانية دي ما بنشوفهاش. تروح انت بقى له ايه بس انا كنت ملاحظه بقى ايه ان كل واحده قاعده مع جوزها. واخد بالك؟ يعني تخديب السياسة كده حتة بحتة. طبعا ما تقولوش اي حاجة تحسسه ان هو ما بيحبهاش وكلام من ده. الراجل دي القاعدة اللي بعد كده الرابعة، عنده للمدام غاوية القمصان الكحلي، قمصان النوم الكحلي والبن الغامق والاسود وبتلبس له الوان هو ما بيستريحلهاش خالص. ف يعني وبعدين لما تخرج اللي هي طبعا يعني حاجه موديل يعني في البيت بقى تدي له نظام الايه بكابه الوجه ينصلح القلب. يقول لها ايه؟ يقول لها انت النهارده كان ممكن تبقي جميله جدا لو لبستي قميص افتح شويه من اللي انت ايه كنت لابسها دوت. كنت تبي اجمل لو انت عارفين. بولس الرسول لما قال اريكم طريق افضل هو كده، كنت هتبي اجمل لو لبستي حاجه ايه افتح شويه. في رجاله يسموهم قمصان اسبوع الالام. ما تقولهاش طبعا انت ست مكتئبه وانت جبتيلي اكتئاب في عشتي معاكي كده، هتقول لك طيب ما انا كده حققت الهدف. يبقى القاعده الرابعه حدد المشكله بدون استعمال الفاظ فيها تعميم. يعني ما تقولش دايما انت دايما مكتئبه، انت دايما نكديه، انت عمرك ما يعني مهتمتي بنفسك في البيت. الكلام اللي هو ايه اللي بيجنرالايز ده، يعني بيخلي الموضوع موضوع عام. يعني النهاردة الآية اللي بتقول بكلامك تتبرر وبكلامك إيه تدان، ياريت إن كلامنا يبقى إيه حلو يفتح حوار. الخلاف عشان يتحل محتاج إيه؟ حوار. لكن لما إحنا بنضرب طوب على بعض بيتحول لإيه؟ لقفل، بنقفل مع بعض. تطبيق على القاعدة الرابعة دي بتاع تحديد المشكلة بدون استعمال ألفاظ تعميم، الست دايما تتأخر في تجهيز الأكل. يعني عارفة ان هو بيجي مثلا من الشغل الساعة 7، ده للستات اللي بيبقوا قبل جوازهم في البيت. يعني طبعا في ستات هتقول انها بتيجي بعد جوازها، يعني
طبعا في قواعد يعني بتختلف، يعني في الراجل مثلا ممكن يكون متعاون، لو هو بيجي قبل مراته ممكن هو يعمل الاكل ما فيهاش خطيه يعني. لكن هو كل ما بيجي لو هي مثلا عندها وقت او كده لازم ايه يقعد له ساعتين في البيت على بال ما الاكل ايه يجهز، وهي ممكن تكون في البيت وهو متضايق من الحته دي، يقول لها ايه؟ يقول لها احنا لو الاكل كان جاهز كان ممكن بعد ما ناكل اخدك ونخرج شويه. يبقى كده في ايه؟ في موتيفيشن، في موتيفيشن. لكن ما يقول لهاش ايه؟ انت دايما تضيعي لنا اليوم، انت دايما ما تهتميش ان انت تعملي الحاجه. طيب القاعده الخامسه، الراجل بيروح كل اسبوع يزور مامته وسايب مراته كان عندها انفلونزا، هتقول له ايه؟ هتقول له انت ابن مامتك ولا لازم تروح تمضي عند ماما الاول قبل ما تيجي؟ ما تروحش الماما عشان هو عيان اوريدي، ده هي العيانه مش هو، ده هو يمكن يقعد عند ماما على طول لغايه ما تخف. لا هو الحقيقه احنا هتقول له ايه؟ هتقول له انا النهارده بالذات كنت محتاجاك، انا النهارده بالذات كنت محتاجاك. على فكره عايز اقول لكم حاجه في ودنكم، لو الطرف الثاني عيان او ضعيف او داون والطرف بتاعه الثاني بيتجاهله او اجنورينج هيم كومبليتلي، دي بتبقى بتولد احساس صعب جدا. انا ما انساش مره حد كان بيكلمني بالدموع، كانت عيانه واخده دور برد يعني بس في السرير، فهو يخش يشخط فيها وايه ويخرج ويمشي. تقول لي يا ابونا انا لو عييت بجد مش هلاقي حد يناولني كوبايه ميه، محدش عصر ليمونه في كوبايه ميه وقال لي خدي انت تعبانه محتاجه تشربي حاجه زي كده. هنا البيت ده ما يعرفش حاجه اسمها ونس، يعرف حاجه اسمها سيلفشنس. خدين بالكم، اوعوا تتجاهلوا الطرف الاخر في ضعفه وفي احتياجاته. العكس، لو انت اهتميت بيه في احتياجاته هيحسلك بيها ويشيلها لك. افتكر برضو موقف تاني ما يتنسيش، كان حد يعني زوج وزوجة، والزوجة باباها بيموت، فالزوج بدل ما ياخد مراته كده يطبطب عليها ويقول لها ربنا معاكي وانا واقف جنبك وانا ابوكي وكده، خرج وسابها ايه تحضر اللحظات الاخيره في انتقال والدها. ابوها مات واتدفن وفات عليه سنه، وتقول لي مش هنساها له. يوم ما احتجته ليه؟ لان هو بالنسبه لها لو كان حضنها او طبطب عليها او مسك ايدها كده دي كانت بالنسبه لها الدنيا كلها. ده كان الاحساس بتاعها ان ابوها بيموت لكن جوزها عايش، لكن هي هو المسج اللي اداها لها ان ابوها بيموت وهو ميت، وهو ميت هو مش موجود، عشان هو ما يقدرش يقف في الموقف ده. لا يقف في الموقف ده، الكلام ده مش للرجاله يعني، ده للكل. اوعى تو اجنور النيد بتاع البارتنر بتاعك. فلو قالت له انا كنت محتاجاك النهارده بالذات اكتر من اي وقت، اكيد كانت حقيقيه هيحس بيها. لكن ما تقولوش انا ندمان ان اتجوزتك عشان عارفاك ان انت ابن امك. يعني لو قالت له انا ندمان ان انا اتجوزتك علشان انت مش بتحبني مثلا، بلاش ابن مامتك، انك انت مش بتحبني وان انا ماليش اي اولويه في حياتك، كل دوت هيبقى متعب جدا. القاعده دي بتقول عاتب على الحدث دون استخلاص نتائج عامه. يعني الاول قلنا ما تعممش ان انت دايما متاخره، دايما اكلك وحش، دايما مش عارف ايه، لا ما تعممش كده. لكن القاعده دي بتقول ان انت عاتب على الحدث وحده، يعني خليك في ايه هي قالت له في الحته الغلط، ان انت انا ندمانه، هي ندمانه انها جوزته وان هو ما بيحبهاش، ودي بيسموها ديد اند ريليشن. يعني ايه ديد اند ريليشن؟ يعني هي اقتنعت من جواها ان الراجل ده ما فيش فايده فيه تاني،
لان هي اولا لما واحده تقول له واحد او واحد يقول له واحده انا ندمان ان اتجوزتك, او الكلمه المشهوره اللي بيقولوها بضحك وهي غلط ولو سمحتوا ما حدش يقولها, غلطه حياتي, او لو حد حاول يعني يعمل نفسه بتاع كنيسه ويقول لي كنت اعمى والان ابصر يعني الكلام ده كله ايه, ما ينفعش. اما واحد يقول للطرف الثاني كنت اعمى والان ابصر, يعني عينيا فتحت على المقلب اللي شربته, انت مش واخده بالك يعني كان اعمى لما جوزها او لما جوزته ودلوقتي يعني فتحت, يبقى ده غلط مش مفروض ان هو يتقال. طيب ناخد تطبيق على القاعده دي. واحده ما بتنظفش البيت غير يوم ما جوزها يبقى اجازه منشناله على يوم الاجازه, ويبقى هو ده يوم التنظيف. تعمل يعمل معاها ايه دي؟ يقول لها ايه وما يقولهاش ايه؟ يساعدها مش كده؟ هو طبعا الداينامكس بتاعت الحياه دلوقتي بقت فيها اختلافات, يعني الراجل والست بيشتغلوا زي بعض. انا احيانا اضحك معاهم واقول لهم يعني زمان ادم وحواء خدوا عقوبه, ادم خد عقوبه بعرق جبينك تاكل ايه, والست قال لها بالقلم تحبلين وايه. في العصر اللي احنا فيه ده حواء مطبقه, يعني واخده عقوبه ادم وحواء انها بتشتغل. تعرف تقرب وتقول الكلام ده. طيب القاعده هيقول لها ايه بقى الراجل دوت؟ يقول لها انا كان نفسي نخرج النهارده مع بعض ونقضي وقت حلو, لكن الظاهر ان انت مشغوله, الظاهر ان انت ايه مشغوله. يعني بصوا لازم في الخلاف في مواجهه بس ما فيش اتهام. يعني لو كل اللي انا بقوله ده تلخصوه في الكلمتين دول هو ده الخلاصه. الخلاف مش فيه طب طبع خلاص يلا ده انت زي الفل, لا لازم توصل رساله, بس توصلها ازاي؟ توصلها بطريقه لطيفه. عارفين الرابينج اللي بيقدروا يعملوا كده طريقه لطيفه ان هم يوصل ايه, اما واحد كبير كده يقول لك ايه من غير تعليم وهو ايه وبيعلمك, بس هو بيحسسك ان انت ايه فيقول لها ده انا كان نفسي نخرج النهارده مع بعض بس الظاهر ان انت مشغوله. ما قالهاش بقى ايه انت بتتقصدي ان انت تقلب البيت يوم انا ايه بقعد فيه. اخر حاجه القاعده السادسه دي, الست بتيجي متاخره من الشغل البيت حماتها لما يكونوا متفقين ان هم يرجعوا على حماتها, بالصدفه قادر كده يكون عندها اوفر تايم يوميها, يعني بدل ما تروح في الميعاد تتاخر لها ايه ساعتين, فتروح على الوقت اللي عارفه انها هتاكل وتمشي, لا هتطبخ ولا تغسل مواعين ولا تقعد معاهم, هي القعده بتاعتهم كده ايه مش عاجباها, فهي بتتقصد انها تروح اليوم اللي هم متفقين يروحوا عند حماتها على الوقت وتمشي بسرعه. يقول لها ايه وما يقولهاش ايه؟ يقول لها انا اتشغلت عليكي, كلنا كنا مستنيين ان انت تيجي تقعدي معانا. شوف الكلام الحلو, الكلام الجواب اللين. وما يقولهاش ايه؟ انا عارف ان اليوم اللي بتاع امي ده انت بتشغلي نفسك فيه, او انت ما تحبيش امي او ما تحبيش اهلي او اي كلام بقى من الكلام الفارغ ده. هنا القاعده دي بتقول لك اتكلم على الحدث بوضوح ولا تحكم على النوايا. اصل انت ناوي, اوعى تحكم على نوايا حد. لا يستطيع احد ان يعرف نوايا الناس غير مين؟ الله الفاحص القلوب والكلى. يبقى ملخص الكلام اللي احنا يعني في تطبيق عليها لطيف, بيقول لك واحد عارف ان مراته رايحه حفله عيد ميلاد بتاع صديقه ليها او بنت صديقه ليها, والحفله دي رايح فيها واحد كان عينه على الست دي عايز يتجوزها. الراجل بقى يقول لها ايه؟ الناس التي تعاني من الغيره, يقول لها ايه؟ يقول لها ايه كويس وما يقولهاش ايه مش كويس. انا عارف انت مش رايحه عند صاحبتك, انت رايحه عشان تشوفي حبك القديم مش كده؟ ده كلام غلط ما يتقالش.
ملخص الكلام ده كله عشان ترابط عب بقى. أول حاجة استخدم أنا ما تستخدمش أنت. عبر عن إحساسك ومشاعرك والضرر اللي واقع عليك بدون توجيه اتهامات. ما تعممش. لو حاجة بتتكرر الغلط اتكلم في مرة ما تتكلمش في كل مرة. ما توصلش نفسك لديد اند بمعنى ان انت استحالة الحياة مع هذا الايه الطرف. وبعدين لا تحكم على النوايا. ربنا يحافظ ايه عليكم. دلوقتي انا بفكر ان احنا نقف شوية لان هو فاضل لنا ايه اسبوعين السنة دي 22 و29. نسيبكم مشغولين بقى في العيد ونبتدي بعد عيد الميلاد في موضوع تاني. موضوع لطيف اسمه هل تحبني؟ ازاي كل واحد يحس بمحبة الطرف الايه الاخر. طبعا احنا كان مفروض نبتدي فيه قبل الخلاف بس انا قلت لو ابتدينا بالحب في ناس هتقولك يا عم حب ايه فنبتدي بالخلاف. لكن الحقيقة ان الخلاف لن ينتصر عليه الا ايه الحب. والمجد لله دائما. تفضلوا نصلي. يا أبانا الذي في السماوات اسمك يأتي ملكوتك تكون ماشيك كما في السماوات.